مباراة خالية من الحسابات ولكنها تظل كلاسيكو الكرة المصرية. 24 ساعة بتفصلنا عن مباراة الأهلي والزمالك. أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جدا عنوانها ديربي القاهرة. أبطال إفريقيا، أبطال الدوري، أبطال الكاس، أبطال السوبر يخوضوا غدا بمشيئة الله مباراة مهمة جدا على المستوى الجماهيري. أما على مستوى المنافسة والأرقام فهي طبعا بره كل الحسابات، لكنها تظل بالنسبه لجمهور نادي الاهلي مباراه في منتهى الاهميه. وبكره ان شاء الله تكون الاحتفاليه الفعليه للتتويج والفوز بلقب جديد، لقب غالي هو استعاده بطوله الدوري العام. اهلا وسهلا بكم في السادسه. كلام كتير قوي تقريبا كده، وباختصار شديد تقدر تقول انه كل وسائل الاعلام المرئيه المسموعه المكتوبة وحتى منصات التواصل الاجتماعي ما بتتكلمش غير على الأهلي وعلى أخبار الأهلي، وكأن ما فيش حد في الدنيا موجود على ساحة الرياضة في مصر غير النادي الأهلي. الأهلي هو كبير القوم، الأهلي هو سيد أسياد أفريقيا، الأهلي هو صاحب أكبر جماهيرية، وبالتالي الكل يهمه متابعة أخبار النادي الأهلي. هنحاول شوية ما نتطرقش للموضوعات السخنة. أنا عارف إن في كلام كتير جدا حابين تسمعوه، والحقيقة أنا بشكر كل الناس اللي تفاعلت مع حلقة امبارح والكلام اللي قلناه. كلامنا دايما من القلب ونتوقع ونتمنى إنه يوصل للقلب. هنأجل شوية كل الملفات، وزي ما بيقولوا لكل مقام مقال، وفي الوقت المناسب هنرد ونوضح ونكشف كل محاولات تزييف الواقع أو تغييب العقول اللي بيحاول البعض إنه يلجأ ليها عشان يداري على عجزه أو على فشله أو على عدم قدرته في تحقيق أي شيء. ولكن مش وقتنا، دايما اتعودنا ان احنا نبص في كراستنا، ودايما اتعودنا ان احنا نركز على أهدافنا، وأهدافنا هو تقديم عرض قوي يليق ببطل القارة وبطل مصر على كل المستويات، البطل الأوحد، البطل الذي لا ينافسه أحد سواء في الداخل أو في الخارج. كل التوفيق لرجالتنا بكرة. حلقة النهاردة بالوصف والتفصيل والتحليل لسيناريو المواجهة الكبرى المنتظرة بين الأهلي والزمالك. تابعونا في السادسة لكن بعد الفصل. تعليقا على البدايات، يعني تعليقا على الكلام او ردود الافعال، يعني على الكلام اللي قلناه في حلقه امبارح في السادسه، وكلامي على ثوره المبادئ والقيم، يعني الحقيقه يعني بشكر طبعا كل الاهلاويه اللي تفاعلوا وسندوا وفهموا الرساله اللي كنت بخص فيها او بخاطب فيها بشكل مباشر جماهير النادي الاهلي. وقلت كده بشكل واضح وصريح في بدايه الكلام ان كل من تحدث بالنسبه لي فقد المصداقيه. عشان ما اطولش بس وما عدش الكلام تاني، انا مش عارف ليه تم اختزاله في فكره يعني الاعتداءات الجنسيه. هو انا بس اللي يعني هي القصه بس قصه اعتداءات جنسيه؟ يعني وكان انا بس اللي شفتها، وكان مصر كلها ما شافتهاش على شاشات التلفزيونات، وكان حتى الناس اللي كانت موجوده في الملعب او كان الناس اللي بتشوف النايل سات ما شافتش اعتداء جنسي. انا مش عارف بس يعني مش لاقي مصطلح باللغه العربيه ما يخدش الحياة عشان اقول بيها او اوصف بيها المشهد القذر اللي احنا شفناه قبل كده، ومحدش اتكلم على قيم او مبادئ. ومن قبلها يعني الامثله كتير قوي قوي قوي، وعمرنا ما تطرقنا في يوم من الايام في اي موقف من المواقف لقيم ومبادئ اي نادي. يعني هل مثلا انا او حد من زملائي تطرقنا مثلا لقيم ومبادئ نادي مثلا زي نادي الزمالك؟ يعني رغم انه احنا لو مسكنا القماشه دي او دخلنا الملعب ده ممكن نحقق فيه نجاحات وضربات قاضيه زي ضرب القاضيه بتاعت قفشه كده لسنين وسنين قدام، نعيش عليها بقى ونركب ترند وشير ولايك من هنا لبكره الصبح. لكن هل ده بيحصل مثلا عندنا على شاشه النادي الاهلي؟ طب ليه الناس كلها مشغوله بمنظومه القيم والمبادئ عند النادي الاهلي في التوقيت ده؟ ليه الناس ما بتحاسبش نفسها قبل ما بتحاسب غيرها؟ ثم وانتوا مالكم؟ يعني باختصار شديد جدا انتوا مالكم؟ هل القصه قصه صفقه او قصه انتقال لاعب من عدمه؟ ابدا مش ممكن تكون. وياما تاريخ مصر فيه لعيبه من الاهلي راحوا الاسماعيلي، ولعيبه من الاهلي راحوا بيراميدز مؤخرا، ولقبلهم اجيال واجيال ونجوم من العيار الكتير راحوا الزمالك. ومحدش ابدا في يوم من الايام في النادي الاهلي، حتى قبل ما انا اكون واحد من أسرة النادي الأهلي أو من العاملين في قناة النادي الأهلي، تطرخ من ده لا من قريب ولا من بعيد، والعكس الصحيح أيضا. لكن في النهاية خد بالك كويس جدا 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 وانت بتتعامل مع جمهور النادي الأهلي. يا جماعة العالم النهاردة اللي داخل على 8 مليار نسمة، في 195 دولة، في 195 دولة، جمهور الأهلي لوحده
جمهور الاهلي فقط لا غير، مش كل جمهور الكره المصريه، جمهور الاهلي لوحده يتخطى في تعداده وفي عدده تعداد 175 دوله منهم. انت متخيل انت بتتعامل مع مين؟ انت متخيل الكتله دي اللي هي واحده من اهم اسباب نجاح النادي الاهلي تتعامل مع ايه؟ فيعني لسه كنت بتكلم مع زمايلي قبل ما اطلع، جمهور الاهلي خط احمر، جمهور الاهلي والاهلي واسم الاهلي وكل ما هو مرتبط بالنادي الاهلي خط احمر، اتقرب منه ولا تلعب معي. طيب خلينا في حلقتنا النهارده زي ما قلت في الاول، كل الكلام اللي اتقال وكل الناس اللي ذكرت اسمي نصا وبشكل واضح وصريح انا هرد على الكلام ده، لكن مش وقته، احنا بنعرف نختار كويس جدا امتى ممكن نرد ولما بنرد بنرد ازاي. على كل الاحوال نتابع بقى حلقه النهارده، بنتكلم طبعا على 24 ساعه فارقه، المباراه هتتلعب بكره، هتتلعب بكره ان شاء الله على استاد القاهره، وتم اختيار كابتن محمود البنا حكما لمباراه الاهلي والزمالك. محمود البنا الحقيقه واحد من افضل حكام المصريين في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره، حكم مشهود ليه بالكفاءه، ونتمنى ان شاء الله انه يكون موفق في اداره مباراه الغد. اما فيما يتعلق بسيناريو المباراه، طبعا النهارده مستر كولر بيحط الرتوش الاخيره على تمرينه الاهلي، اختياره للطريقه والتشكيل اللي ممكن يكون اقرب لمواجهه الزمالك بكره. وارد جدا جدا يكون في مفاجات في مرحله من المراحل كده. كان مستر كولر معودنا ان كل مباراه في تشكيل، يعني في اسم، في طريقه، في توظيف مختلف، وبالتالي يبقى مفاجأة لجمهور الأهلي نفسه. أنا أتوقع أنه من بكرة، من ماتش بكرة هنرجع لده، يعني مفاجآت جاية كتير، بس في مفاجأة هتحصل في مباراة، أتوقع يعني مش معلومة. وطبعا كل اللاعبين جاهزين، ديانج بيتمرن قدام حضراتكم، هطمن النهاردة وهعرف لحضراتكم الخبر اليقين هل تم تسوية الأمر الخاص بمشكلة ديانج مع وكيله السابق ولا لأ بشكل نهائي، وهل هيكون موجود بكرة. لكن في حدود معلوماتي أنه احتمالية مشاركة ديانج كبيرة جدا. وليد سليمان، احمد صديق، طبعا نجوم النادي الاهلي السابقين كانوا موجودين في تمرين امبارح. النهارده التمرين هتبدا الساعه 7، وهنكون طبعا مع حضراتكم، هنحاول نروح ملعب مختار التتش عشان نشوف تمرين النهارده اخبارها ايه، واستعدادات كولر لمباراه بكره ايه، وجاهزيه لاعبتنا ان شاء الله لمباراه بكره ان شاء الله. طيب خليني اقول لكم مصير درع الدوري. انتوا عارفين انه السنه دي هي اخر سنه هيستلم فيها النادي الاهلي درع الدوري في نسخته القديمه، 74 موسم او 74 سنه على تواجد النسخه الحاليه لدرع الدوري من سنه 1948، والسنه دي هتكون رحله الختام، بدايه من الموسم اللي جاي ان شاء الله هيكون درع النيل اللي احنا عرضناه على حضراتكم واللي تم اعلان عنه في المؤتمر اللي كلمت فيه رابطه الانديه على كل تفاصيل الموسم الجديد، ومن ضمنها كان التصميم الجديد الخاص بدرع الدوري واللي هيتم تسليمه ان شاء الله لبطل النسخه اللي جايه من بطوله الدوري العام. الدرع كان مفترض، واحنا يمكن استعرضنا ارقام الاهلي امبارح وقلنا انه الاهلي فاز ب 43 بطوله دوري، في حين انه بقيه الانديه المصريه كلها ما فازتش، او هم ست انديه يعني اللي كان من حظهم التتويج بالبطوله. الستة مجتمعين فازوا ب 21 نسخة من البطولة، والأهلي منفردا فاز ب 43 نسخة. كان في قاعدة زمان جدا بالذات في كأس العالم، بما انه هو أهم بطولة على سطح الكرة الأرضية، انه المنتخب اللي يفوز بثلاث نسخ من بطولة كأس العالم يحتفظ بالكأس للأبد، ويتم صنع كأس جديد يعني للبطولة. اعتقد انه كان من الطبيعي جدا يعني انه بما انه الاهلي فايز بالبطوله دي يبقى هو اللي يحتفظ بدرع الدوري، بما انه اكثر الانديه تتويجا، مش بس اكثر الانديه تتويجا، ده عدد بطولاته او رقم تحقيقه للبطوله يتخطى ضعف عدد البطولات اللي حصلت عليها الانديه المنافسه. لكن رابطه الانديه واتحاد الكره اعلنوا انه الدرع هيتم وضعه في متحف اتحاد كره القدم المصري، ونتمنى ان شاء الله زي ما حققنا البطوله دي او زي ما حصلنا على الدرع ده رقم قياسي بنسخه بعدد 43 نسخه، ان شاء الله باذن الله يكون نفس القصه بتحصل مع الدرع الجديد. هيتم تسليم درع الدوري للاهلي عقب مباراته مع حرس الحدود، وده طبعا زي ما نشر الحساب الرسمي لرابطه الانديه من خلال موقع او صفحته او الحساب بتاعه على موقع التواصل
الفيسبوك قال انه رحله 74 عام بتنتهي هذا الموسم. لقد كان درع الدوري العام هو ابرز علامات الكره المصريه عبر تاريخها، وللمره الاخيره سيسلم الدرع الى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل ان يوضع في المتحف ليصبح شاهدا على حقبه تاريخيه للكره المصريه. وقالوا نتطلع لرؤيه الدرع الجديد في الموسم المقبل معبرا عن مرحله جديده للكره المصريه. نتمنى انه ما يكونش من ناحيه الشكل كمان، لكن نتمنى انه يكون من ناحيه المضمون ايضا، والمضمون الحقيقه ينقصه الكثير. طيب، روجيرو ميكالي مدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الاولمبي واللي تابعنا مسيرته مع المنتخب الاولمبي على مدار 18 مباراه لم يخسر فيها المنتخب الوطني سوى مباراة واحدة، هي مباراة نهائي الأمم الإفريقية أمام المغرب في المغرب على ملعبها وفي وسط جمهورها في مباراة طبعا كانت ليها ظروف خاصة جدا. أنا من الناس اللي بتميل الحقيقة لتقييم مشوار ميكالي على أنه مشوار ناجح، وأنه الراجل ده قدم للكرة المصرية دفعة جديدة من النجوم تراهن عليها في المستقبل. وأتوقع أنه لو كمل مشواره مع وضع برنامج إعداد مميز ليه في الفترة اللي جاية قبل أولمبياد باريس قد نتمكن ولأول مرة من تحقيق إنجاز أولمبي مع النسخة الحالية من منتخبنا اللي الحقيقة قدم أوراق اعتماده لجماهير الكرة المصرية. هو قدم تقرير الفني لاتحاد الكرة، طبعا بنتكلم على مسيرة أعتقد أنها ناجحة جدا، من أكثر المشاوير اللي قدمها أو قدمتها نسخة للمنتخب الأولمبي قدم فيها عروض في منتهى القوة وقدر يحقق فيها على مستوى الأرقام ونتائج مهمة جدا. التقرير ده بيتضمن تفاصيل المعسكر بتاع المنتخب اللي بدأ يوم 12 يونيو في القاهرة، وكان في يعني تخلل المعسكر ده مباراة ودية مع غانا، وبعد كده سافر للرباط واجه الكونغو أيضا مباراة ودية، وبعد كده مشاركته في البطولة حتى وصوله للمباراة النهائية وتحقيق هدف. صحيح خسرنا اللقب لكن حققنا الهدف الأهم وهو التأهل لأولمبياد باريس. وخسارة المنتخب أمام المغرب كانت أول مباراة يخسرها منتخبنا الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لميكالي في مهمته ولمنتخبنا الأولمبي في تحضيره واستعداده لأولمبياد باريس. معايا أخبار قد تسعد بلال، امبابي في الريال، افرح يا بلال. بلال هيكون ضيفنا في حلقة النهاردة، هكلمكم على انترفيو عمله كيليان امبابي نجم بي اس جي طبعا ونجم منتخب فرنسا، واحد من أهم الأسماء في عالم كرة القدم في العالم. السيناريو اللي بيحصل كل سنة، هل يبقى مع البي اس جي ام هل يرحل، واي يعني اين ستكون وجهه النجم العالمي كيليان امبابي، خصوصا طبعا ان عشاق الريال تحديدا بيمنوا انفسهم بالجوهره الفرنسيه من يمكن اكثر من ثلاث مواسم، كل موسم بيتجدد الحديث والكلام عن كيليان امبابي. السنه دي يبدو من تصريحاته اللي هقراهم معاكم بالتفصيل انه قاب قوسين او ادنى من الانتقال للريال. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا في السادسة، ما تروحوش بعيد. يعني يمكن كرة القدم في سويسرا مش محط اهتمام المصريين قوي، لكن مش عارف سبحان الله كلما اجتمع اسم مصر مع سويسرا في كرة القدم كان عندنا نبأ صار أو خبر سعيد. الكلام ده على مستوى المديرين الفنيين وخصوصا مع الأهلي، وبالتالي إنه سواء ريني فايلر أو مارسيل مارتن كولر الاثنين قدروا ان هم يقدموا اوراق اعتمادهم لجماهير الكره في مصر وجماهير الاهلي تحديدا يعني. ولو اني اعتقد ان كل الناس ما تختلفش على لاريني فايلر بمرحلته اللي كانت الحقيقه واحده من اهم المراحل في السنوات الاخيره، ويمكن تكون بدايه انطلاقه الاهلي في نسخته الحاليه اللي وصل من خلالها الاربعه نهائي اربعه دوري ابطال وتوج فيهم بثلاثه، وايضا مع مارسيل كولر الحقيقه اللي اكد على انه المدرسه السويسريه منضبطه دقيقه تعمل على كل معايير الجودة كما يجب أن يكون وقدم موسم ناجح جدا جدا مع النادي الأهلي. وحتى جروس كريستيان جروس أثناء فترة توليه ما تقدرش تنكر أنه هو لما كان بيشتغل مع الزمالك يعني كان واحد من المديرين الفنيين الجيدين جدا اللي أضافوا للكرة المصرية. أما على مستوى الأندية صحيح ما بنتابعش، لكن أغلب قصص نجاح المصريين بدأت من سويسرا، وبدأت تحديدا من فريق اسمه بازل السويسري. النني وصلاح انطلقوا من هناك عشان يكونوا في النهايه في يعني اثنين من اهم نجوم الكره المصريه في اوروبا في السنوات الاخيره. مش بس النني وصلاح، لا كمان احمد حمودي وعمر جابر كان ليهم طبعا تجربه في سويسرا. معانا فيليبي كوفمان المدير التقني السابق لنادي بازل السويسري، هو ضيفنا النهارده في السادسه. اهلا وسهلا بيك وشكرا طبعا على موافقتك ومشاركتك معانا.
Good evening. Thank you. مساء الخير، شكرا شكرا لكم. يعني بداية أفهم شوية منك دور المدير التقني، أنت كنت مدير تقني سابق لنادي بازل في سويسرا، أفهم منك دوره وإيه الفرق بين المدير التقني عندكم في أوروبا أو في سويسرا بالفرق بين المدير التقني والمدير الرياضي. So finally, it's just a definition. Quite often حسنا، in في النهاية Switzerland, because you have this هو learning يظل environment, تعريف، because the clubs ليس are not إلا، so big. لأن يوجد Our مدير case, رياضي في the الأندية academic director التي is ليست more بالكبيرة focused يؤدي on نفس الدور، scouting processes, ولكن on المدير talent التقني management. يهتم بالجانب الإداري وبالجانب الكشفي الخاص باللاعبين القادمين للفريق. طيب هسألك الأول فيما يخص قبل ما أروح للمدير الفني السويسريين اللاعبين المصريين، وأنا بيتهيألي إنه أندية سويسرا في فترة من الفترات كانت بتهتم قوي بأنها تشتري أو تنتدب لاعبين مصريين، ومنهم كتير نجحوا في الدوري السويسري أو مع أندية سويسرية، ومنها اتحركوا لدوريات كبرى في أوروبا زي ألمانيا وزي إنجلترا. تقييمك بداية لتجربة اللاعبين المصريين على الأقل اللي لعبوا في نادي بازل، يعني أنا عارف إنه حمودي، عمر جابر، صلاح النني لعبوا في بازل أعتقد في التسعينيات، كابتن هاني رمزي انطلاقته كانت من نادي اسمه نيو شاتل أيضا في سويسرا، أعتقد إن نادي من النوادي الكبيرة. تقييمك لبدايات اللاعبين المصريين مع الكرة السويسرية أو في الدوري السويسري؟ So as you said, كما especially قلت at FC Basel, we had some exceptional لدينا، Egyptian كما player قلت أنت، in the past. لدينا I استثناء would في say بازل. Switzerland is in a development فبالنسبة league, لي and especially FC الدوري Basel is a السويسري هو platform دوري club. واعد So it's quite a good وقاعدة entry for جيدة players from للاعبين، Europe or all around لاستخدام Africa لاعبين or South لأوروبا America من to أفريقيا start in ومن أمريكا Switzerland, to الجنوبية. start in Basel, to grow سويسرا there هي and learn بداية things جيدة and making them للاعبين ready to من one of the هذه top five القارات leagues. And للتأهل again, both واللعب في Amor et الدوريات Cetera as الخمسة well as الكبرى. El Neni, we have نعم two لدينا يا examples which محمد were صلاح وكان amazing لدينا in the النني، past. وأستطيع أن أقول أنهم أفضل اللاعبين المصريين في سويسرا. ده ما شجعش أندية تانية في سويسرا على أنها تفكر في صفقات أكتر من الدوري المصري؟ يعني احنا بنشوف منتخب مصر في آخر بطولة لبطولة أمم إفريقيا وصل للمباراة النهائية، منتخبنا الأولمبي وصل أيضا للمباراة النهائية في بطولة أفريقيا وتأهل بالفعل للمشاركة في أولمبياد باريس، النادي الأهلي هو بطل أفريقيا، نجاحات صلاح والنني، مش من المفترض ان كل الامور دي تكون بتمثل مغريات للانديه السويسريه على التعاقد مع لاعبين مصريين ومحاوله تكرار تجربه النني وصلاح مره تانية؟ Yes, نعم of نعم course. بالطبع، هي I think especially these players showed that they can خصوصا ما integrate in قدمه Switzerland, that they هؤلاء feel comfortable اللاعبين in Switzerland يعني and can هذين perform اللاعبين in في Switzerland, that سويسرا. the أستطيع level أن is good أقول for أن them هذا to مشجع grow. أكثر So, للأندية and as السويسرية you said, وليس فقط with البطولات the التي Under حصلت عليها الأندية 23, المصرية، they ولكن were in the final against Morocco on the tournament and شاهدنا showed that فريق their level of الأولمبي، المنتخب form الأولمبي in أمام the youth المغرب يؤدي players أداء in Jordan. رائعا، I'm pretty sure فالفريق that some players المنتخب will المصري also make للشباب their أيضا way through لديه لاعبين Switzerland. رائعين، فأعتقد أنهم لديهم فرصة كبيرة للعب في الدوري السويسري. على مستوى الكواليتي يمكن أندية سويسرية قدمت لاعبين سويسريين وغير سويسريين كتير للدوريات الكبيرة في أوروبا. والسؤال هنا، وأنا عارف إن سويسرا من الدول الغنية اقتصاديا، دولة يعني متقدمة اقتصاديا، وبالتالي السؤال هنا ليه ما بتفكرش الأندية في سويسرا على إنها تطور من نفسها، تعظم من إمكانياتها، تحاول تنافس على ألقاب أوروبية، ولا القصة عندكم مختلفة يعني؟ Yeah, for sure, the top five leagues, نعم بالطبع they نطمح have أن a lot نكون of من more الدوريات money in الأخرى، terms of من TV الدوريات money, الخمسة etc. الكبرى. أستطيع And أن also أقول أن Switzerland هذا is يعتمد quite على a small country يعتمد على compared القدرة to the other المادية. أعتقد أن سويسرا countries هي next to دولة us, صغيرة Germany نوعا or ما بالنسبة England or Spain. لإنجلترا So وإسبانيا as I said وفرنسا before, كما Switzerland قلت is من a قبل، development country. It's فسويسرا a good دولة entry نامية for بالنسبة players لهذه who are coming الدول. from أستطيع abroad أن أقول to أننا make their way نستقدم and اللاعبين، finally go نقدم to one of فرصة the top جيدة five leagues. للاعبين، ونؤهل هؤلاء اللاعبين للدوريات الخمسة الكبرى. هذا هو المتاح. طيب أسألك بقى وأروح لملف تاني، وهو محطات المديرين الفنيين السويسريين في مصر وفي أفريقيا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وخصوصا الحقيقة إن معظمهم وخصوصا مع النادي الأهلي كلهم الحقيقة حققوا نجاحات كبيرة جدا، بداية من ريني فايلر، كريستيان جروس، ووصولا لمارسيل كولر. أبدأ معاك بمارسيل كولر لأنه معلوماتي بتقول إنك أنت كنت في فريق
بتدرب فريق الشباب في الوقت اللي كان مستر مارسيل كولر بيدرب الفريق الأول لنادي بازل. انطباعاتك عن مستر كولر في الوقت ده كانت ايه؟ وشفت شغل الراجل ازاي؟ وكان ايه رأيك في محطة انتقاله للعمل في أفريقيا مع عملاق القارة نادي الأهلي المصري؟ So first of all, I'm very بداية happy to see أنا that سعيد Marcel جدا، Kohler has أود أن such أبدي an سعادتي amazing أن and أرى successful مارسيل كولر season in Egypt. يؤدي Marcel is a هذا fantastic الأداء guy ويقوم and بهذه he's really a النجاحات مع hard النادي worker. الأهلي. So I'm مارسيل not كولر هو surprised that يعمل he has بجد، هو success مجتهد جدا، now in ولا Egypt. أتعجب He's حينما very أرى ما focused, he's يفعله very مع الأهلي. structured, هو he's very منظم جدا، disciplined and works into ملتزم جدا، details. And finally, I وفي think that's النهاية هذا counting يؤدي and للنجاح. therefore he gets the benefits and winning the matches and finally أعتقد أنه winning يفوز titles in بالمباريات Egypt. نتيجة هذا الالتزام، وهذا ما سيفعله فترة قادمة في مصر. اللي عمله مارسيل كولر في الموسم الحالي مع النادي الأهلي يعتبر تاريخي، تتويجه بكل البطولات باستثناء طبعا بطولة كأس العالم اللي يمكن تكون ليها حسابات مختلفة، لكن على المستوى المحلي والمستوى القاري حقق المدير الفني مارسيل كولر مع النادي الأهلي 5 ألقاب. عايز أعرف يعني أخبار متابعة نجاحات السويسري مارسيل كولر في سويسرا ايه؟ الاعلام او وسائل الاعلام او جمهور الكوره ازاي بيبص لانجازات مارسيل كولر من الجانب السويسري؟ I think the fans and the people in Switzerland, اعتقد ان they are quite proud of الجماهير في Marcel, what سويسرا he did. وخصوصا في Of بازل course, فخورون especially now جدا when بما they won يفعله مارسيل the كولر championship وما last حققه خارج this سويسرا weekend. خصوصا في It الفتره was also الحاليه. in the press in Switzerland نعم، everywhere. And I think حينما نرى الآن especially the guys from FC Basel family, they are المشجعين proud to السويسريين see that the وخصوصا former مشجعي coach باسل is حينما so نسألهم successful at the عن moment مارسيل كولر، at Al-Ain. نعم هو أدى نجاحات كبيرة جدا مع الأهلي ونحن فخورون بذلك. منتخب سويسرا عامل شغل كويس في تصفيات اليورو، أعتقد أنه متصدر مجموعته. هل متوقع أنه يستمر في المنافسة؟ وإيه هي توقعاتكم ليه في النسخة اللي جاية من بطولة اليورو؟ Yes, so they had a really good start نعم، into the group لدينا phase. بداية So جيدة 15 في points مرحلة out of المجموعات، four matches. Unfortunately, عشر two late goals نقاط in the حتى last الآن. matches. So just a draw, but I think they're on the way نعم، الآن to the European لدينا Championship 3 مباريات next year in a فوز tournament I think ومباراة is تعادل، possible. ولكن خلال Of البطولة course, كل شيء ممكن. لا Switzerland نعرف is ماذا still a small سيحدث. country in Europe. We are يظل trying منتخب سويسرا always our منتخب best to صغير، prepare against the نحاول biggest team. بأقصى جهدنا، It is also quite نحاول أن well نقوم in the national cup بأفضل ما last يمكن، year. So I'm looking ولكن forward to this بالنظر tournament. لما فعلناه في السنوات الأخيرة We will أستطيع أن work أقول hard and أننا hope يجب for أن this نبذل group قصارى جهدنا في stage to البطولة qualify القادمة في for the championship. 2024 لننافس على البطولة. نجاح ريني فايلر ومن بعده مارسيل كولر، هل يشجع المديرين الفنيين السويسريين على العمل في أفريقيا؟ Yes, I think so. نعم، أعتقد ذلك. أعتقد Yes, I ذلك. think so. That showed that also the Swiss mentality أعتقد أن fits العقلية neatly السويسرية together with the Egyptian mentality. So تناسب I think أي that will be سوق definitely يعملون به. a good هم match also محترفون، for the coaches from لديهم Switzerland تطور in Egypt. جيد، فأستطيع أن أقول أن هذا يحفزهم للعمل في مصر. بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة يمكن يعني سويسرا قدمت أوراق اعتمادها على مستوى المديرين الفنيين في مصر هنا، وخصوصا طبعا ريني فايلر اللي كتير من جماهير النادي الأهلي النهارده بيعتبروه واحد من أفضل المديرين الفنيين، حتى وإن كانت فترته أو فرصته ما كانتش فرصة كافية عشان يعني يكون واحد من أساطير اللي دربت أو تولت مسؤولية النادي الأهلي، لكن اللي أكد على ده الحقيقة مارسيل كولر في الموسم الحالي، وأكد على جودة وقدرة المدير الفني السويسري رغم حالات الهجوم الكبيرة جدا عليه في بداية المشوار مع الأهلي، إلا أنه اكتفى بالرد عليهم في نهاية الموسم بالتتويج ب5 ألقاب والبقية تأتي. فيليبي كوفمان طبعا المدير التقني السابق لنادي بازل، بشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل نستقبل بلال محسن، أحمد مصطفى، محللين الفنيين عشان يفردوا ورقهم ويورونا بالورقة والقلم والصورة والأرقام السيناريو المحتمل لمواجهة الأهلي والزمالك في قمة الكرة المصرية. تظل قمة برضه حتى لو كانوا يعني بعاد عن المنافسة، تظل قمة الكرة المصرية بكرة إن شاء الله. فاصل ونستقبلهم بعد الفاصل في السادسة.
حسابات مختلفة تماما، يعني مباراة صعب جدا تتوقع السيناريو بتاعها بكرة، وخصوصا في ظل مستوى الأداء اللي بيقدمه الزمالك في الفترة الأخيرة والطريقة اللي بيلعب بيها تحت قيادة أوسوريو. أما فيما يتعلق بالقلعة الحمراء فأعتقد أنه مستر مارسيل كولر يأكل الأخضر واليابس، والفريق الحقيقة اللي حقق كم كبير جدا من الثلاثيات واللي واصل مشواره في بطولة الدوري وحسب اللقب بالفعل قبل 5 أسابيع من نهايته بدون أي هزيمة، قادر إن شاء الله أنه يفاجئ الجميع بما فيهم جمهور الأهلي بكرة. حاول تفكر في الطريقة اللي يعني هيلعب بيها الزمالك، وحاول تفكر في الطريقة اللي هيلعب بيها الأهلي، حاول تفكر في التشكيل هنا وحاول تفكر في التشكيل هنا، واجتهد معانا ومع ضيوفي في 6 قبل 24 ساعة من المواجهة المنتظرة. بلال محسن، احمد مصطفى ضيوفي في 6. مساء الخير واهلا وسهلا بكم. مساء النور طبعا استاذ احمد، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. انا عارف انت عايز تقول ايه. لسه ما قلتش حاجه. وان شاء الله باذن الله تكون بكره مباراه قمه تافي بالوعود بالنسبه للمشاهدين على مستوى كره القدم، نستمتع بوجبه كرويه دسمه كعاده مباراه الاهلي والزمالك. بتبقى كوره بس بتبقى ممتعه بصراحه. بالظبط، يعني ان شاء الله انا بتوقع ان هي تكون بكره واحده من مباريات كره القدم اللي هتشهد اهداف هنا وهنا، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز ويعني ياكد بقى الافراح بكره، لان المباراه بكره اكيد الجمهور رايح علشان بعد المباراه يحتفل مع النادي الاهلي بدرع الدوري. احتفاليه الفعليه بالظبط، ما هو احنا اجلنا الفرحه لبعد المباراه ان شاء الله. احمد مساء الفل. مساء النور يا احمد، ومساء النور على جميع مشاهدي النادي الاهلي، وطبعا مبروك ليك الدوري، مبروك علينا يعني كلنا الدوري والجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى احتفاليه غدا يعني احتفاليه كبيره، وان شاء الله يعني تبقى افضل تتويج لبطوله الدوري المصري السنه دي. يعني هو نجاح الاهلي المتوقع، مش هقول اللي ما كانش متوقع، نجاح الاهلي المبهر الموسم ده على كل المستويات، الدراما اللي حصلت بالذات في دوري ابطال افريقيا، الفوز بثلاث بطولات على حساب زمالك وبيراميدز اللي هم يعني هقول في السنوات الاخيره بقوا المنافسين المباشرين او التقليديين للنادي الاهلي، تحقيق بطولة الدوري قبل 5 أسابيع من نهايتها بأرقام يمكن تكون غير مسبوقة، ولو ربنا وفقنا في ال5 ماتشات اللي جايين كمان ممكن نحقق مجموعة أرقام قياسية، بيخلي إنه فرحة الدوري عادي كده يعني خدنا الدوري. لا يمكن علشان احنا يعني النادي الاهلي الموسم ده الحمد لله من توفيق ربنا ونتيجه جهد وعمل طبعا المجموعه كلها، بدايه من مجلس اداره النادي الاهلي اللي بنحييه وبنستغل كل تتويج، ونحيي مجلس اداره النادي الاهلي، عندنا مجلس اداره ناجح قدر ينتدب مدير فني ليه اسم كبير جدا، قدر يغير الشكل ويعمل منظومه اداء ومنظومه لعب، ويقدر كمان يعمل كنترول على اللعيبه وعلى اوضه اللبس، مميزات كتير جدا عند مارسيل كولر غير القياده الفنيه، قدر يترجمها الفريق الموسم دوت بتحقيق كل البطولات اللي احنا احتفلنا بيها مع النادي الاهلي. يمكن علشان الحمد لله الفرحه السنه دي جت في اوقات ورا بعض، يمكن فرحنا بالكاس وفرحنا باتنين سوبر وفرحنا ببطوله افريقيا اللي كانت بطوله صعبه ومشهوده مش هننساها، وجت فرحه الدوري، فيمكن ده اللي عامل الفرحه في حاله تخمه. بالظبط، يعني الحمد لله النادي الاهلي ربنا يديمها نعمه يا رب ان شاء الله، فهو ده يمكن اللي عامل يعني ايه هدوء شويه في حاله الفرحه، ولكن انا اعتقد وانا بقول لك ان ان شاء الله بعد بكرة. الفوز بكره ان شاء الله ربنا يكتب لنا الفوز بكره، هتبقى الفرحه عارمه وفرحه كبيره جدا بالتتويج بلقب غائب عن خزائن النادي الاهلي بقاله موسمين، ولكن عاد وعاد معتذرا، غاب سنتين فخلاص احنا قبلنا اعتذاره واحتضناه في بيته مره ثانيه. لا خد بالك برضو فكرتك انت تاخد اخر نسخه من الدوري دي برضو قصه مهمه جدا، يعني انك انت تختم البطوله قبل ما الدرع نفسه يودع برضو، وان شاء الله نفتتح الدرع الجديد باذن الله برضو تكون على ما فريق. طيب خليني اخد رايكم في المواجهه بكره الاول، يعني ناخد الخطوط العريضه الاول، هل شايفين انه بعد حسم اللقب وتحديد المراكز مباراه نتيجتها مش هتكون مؤثره باي شكل من الاشكال، هتظهر مباراه بدون دوافع بصرف النظر عن انها قمه او عنها مباراه، خليني اقول مبلاش قمه دي لانها يعني لو بالارقام قمه تبقى مثلا اهلي وبيراميدز الموسم ده، لكن المباراه الاكثر جماهيريه هل دي ممكن تكون دوافع كافيه عند الفرقتين عشان نشوف مباراه عاليه على المستوى الفني والمهاري، ولا افتقاد الفرقتين لدوافع المنافسه يخليها الى حد ما مباراه كلاسيكيه؟ لا اعتقد يا احمد ان هي طبعا الدوافع موجوده، مباراه القمه هتفضل مباراه قمه طبعا زي ما انت قلت ان هي اكثر جماهيريه، ونادي الزمالك اعتقد هي دي تقريبا ممكن تبقى بالنسبه له دي بطوله ليه ان هو يبقى بالنسبه له لو حقق المكسب في دي يحاول يصالح جماهيره، النادي الاهلي اعتقد مستر كولر احنا اتعودنا ان هو بيفصل كل مباراه عن بعضها، مباراه القمه بالنسبه له
يعني هي الاحتفاليه اللي او الدوري والمجهود الكبير اللي هو عمله من بدايه الموسم او زي طبعا البطولات كلها. بالنسبه للمباراه هاخدها بكل جديه تماما، واعتقد ان النادي الاهلي هيقدم مباراه كبيره جدا، واعتقد ان مستر كولر يعني مركز جدا في المباراه دي، عكس ما كل الناس معتقد ان هي ممكن يكون خلاص النادي الاهلي حسم الدوري، لكن هو هيتعامل مع المباراه بذكاء شديد جدا وبجديه. وهو عنده ميزه انا اتكلمت عنه قبل كده، ان هو بيخلق الدوافع، وعنده القدره ان هو يقدر يخلق الدوافع في كل لاعب، واعتقد هو هيقدر يعمل كده في مباراه غدا، وهيبدا بالقوام الاساسي في مباراه غدا. ونادي الزمالك برضه بص على الجون ده، بص ده بتاع ديانج ده، ديانج بيعمل ايه؟ على فكره من المرات القليله اللي نشوف ديانج بيحط الكره يعني بحرفنه قوي كده. طب جون ديانج ولا جون سوليا وشريف؟ الرابونه بتاعت سوليا ده ماتش الخمسه، ده ماتش السنه اللي فاتت. لا هو الرابونه لانها مش بتتكرر كتير، الرابونه ما بتتكررش كتير خاصه في الملاعب المصريه. بس بمناسبه ماتش الخمسه انا احساسي بيقول ان مباراه غدا هيبقى فيها اهداف كتيره جدا، يعني ان شاء الله. يعني ده ماتش الثلاثه، نتيجه المباراه دول اول تفوق الاهلي على الزمالك بثلاث اهداف لا شيء طبعا، زي ما حضراتكم شايفين. بنفتكر بنرفرش كده الذاكره مع بعض، تعالوا نشوف ونتكلم شويه على الزمالك. اوسوريو، خوان كارلوس اوسوريو، مدير فني جاي بسيفيل حقيقه محترم جدا، هوجم في بداياته ثم حقق بعض النتائج اللي كانت مفاجاه، فتحول فجاه الى مدرب فذ. تقييمكم ايه لاوسوريو تحديدا، او مشوار اوسوريو مع الزمالك في الموسم ده؟ يعني يمكن في البدايه احنا قيمه النادي الاهلي وقيمه كل من ينتمي للنادي الاهلي بتاتي من احترام الاخرين. اوزاريو مدير فني ليه اسم جيد وجيد جدا، ومدير فني شفناه كلنا مع منتخب المكسيك في كاس العالم، عمل زي ما حضرتك قلت في البدايه مع نادي الزمالك، حاول يطبق طريقه لعب جديده شويه يمكن على اللاعبين المصريين وعلى الكره المصريه. في الاول اللعيبه كان استيعاب اللاعبين لطريقه اللعب، حتى خرجت الاصوات من داخل نادي الزمالك بتطالب لا ارجع تاني الطريقه للشكل التقليدي وحط كل لاعب في مركزه، والكلام اللي اتردد وقتها، ولكن الراجل اصر على انه يلعب وينفذ الفكر اللي هو عايز يطبقه في الملعب ونجح فيه. والدليل على كده ان دايما كره القدم بتحكمها لغه النتائج، نتائجه يمكن حقق تقريبا 9 فوز مع نادي الزمالك وتعادل او تعادلين وخساره واحده منذ توليه قياده نادي الزمالك. ال 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 الكل عامه بصفه عامه منتظر اول مباراه كبيره لاوزاريو امام النادي الاهلي، خاصه المعسكر الزملكاوي بالمناسبه، مش هيجد حد او منافس افضل من النادي الاهلي يختبر فيه طريقه لعب اوزاريو، هل هتصلح امام الفرق الكبيره ولا ما هو الكل عشان يعني كده هو السؤال النهارده، هل مباراه بكره تحتمل المخاطره في مواجهه النادي الاهلي سيد افريقيا او بطل افريقيا او بطل كل الالقاب المصريه؟ طيب خليني عشان عندنا حالات كتير جدا عايزين نقف معاها ونحاول نشوف كده ونوري الناس معانا بالصوره ايه اللي ممكن يلجا ليه كل مدير فني في مواجهه الغريم التقليدي بكره. بس تعالى نستعرض معاك يا احمد الاول ارقام الزمالك في الموسم الحالي. دي القيمه التسويقيه للخطوط الفريق. الجول كيبر حراسه المرمى متوسط اعمارهم 24 من 24 ل 25 سنه. القيمه التسويقيه 24 وربع سنه. لا 24 24 وربع، يعني تقريبا 24 سنه بالظبط. التوتال القيمه التسويقيه لنادي او متوسط اعمار نادي لعيبه نادي الزمالك 26 سنه. القيمه التسويقيه على طول. القيمه التسويقيه برضو 19 مليون و800. متوسط القيمه التسويقيه لكل لاعب في نادي الزمالك 560 الف يورو او 1000 دولار. اعلى قيمه تسويقيه في لاعبي نادي الزمالك هو احمد سيد زيزو اللي وصل قيمته ل 5 مليون دولار، قيمه كبيره جدا. ده اللي يمكن معلي شويه القيمه التسويقيه عن لاعبي نادي الزمالك. طيب التصويبات على المرمى الاحصائيه المتعلقه بالماتشات بتاعتهم الموسم ده 13.03 في المباراة بالنسبة للشوط على في التارجت بتاعهم 5.19 بين الثلاث خشبات، يعني 13 تصويب، معدل التصويب في المباراة منهم 5 بين الثلاث خشبات خارج و8 تقريبا 8 خارج الثلاث خشبات. خارج الثلاث خشبات أكثر حد يمكن بيصعب عندهم هو زيزو أعتقد، صح؟ زيزو كان إمام عاشور وقت ما كان موجود. كان بقى. طيب نشوف أهدافهم أو طريقة تسجيلهم للاهداف على مدار الموسم. دي طيب سعد
لا الفري كيك جولز احرزوا الاهداف عن طريق هدف واحد من 12 ركله حره. الاجوال اللي جت من داخل البوكس داخل منطقه الجزاء 35 هدف من اجمالي 221 محاوله. الاهداف اللي جت من خارج منطقه الجزاء 5 اهداف فقط من اجمالي 166 محاوله على المرمى. الاهداف اللي تم احرازها باقدام لاعبي نادي الزمالك اليسرى 7 اهداف و22 هدف تم احرازهم باقدام لاعبي الزمالك بالقدم اليمنى. الهيدرز الاهداف اللي سجلت بالراس 11 هدف. البيج تشانس الفرص المؤكدة في المباراة الواحدة 1.1 وده رقم قليل جدا طبعا. يعني الرقم بقى اللي بعديه اللي هو البيج تشانس ميزد بري جيم او ده اللي إضاعة الفرص 6 من 10 وده بيقول 0.6 وده رقم يقول ان لعيبه نادي الزمالك بتقدر تستغل او تترجم الاهداف مش يعني معدل تضييع الاهداف مش كبير. طيب نروح لاستقبالهم معدل استقبالهم للاهداف يا احمد. استقبال الاهداف ليهم اول 10 دقائق تقريبا 17% تقريبا المجمل يعني اللي هو الزمالك اكتر وقت يعني بيستقبل فيه اهداف هو في اول نص ساعه تقريبا بيستقبل اهداف واخر 10 دقائق وده طبعا يعني لو حسبنا يا احمد اخر 10 دقائق 23% ومن الدقيقه 21 للدقيقه 30 20% وفي الدقيقه من بدايه المباراه اول 10 دقائق 17% بتتكلم على تقريبا 43 60% من الاهداف اللي بيستقبلها الزمالك في النص الساعه الاولانيه فعلا. وده طبعا بطريقه المغامره او المجسه اللي بيعملها اوزوريو فده من الاسباب اللي هم بيستقبل في الوقت دوت. انا لسه هكلمكم على تعامل كابتن شوقي غريب في ماتش المقاولين. يعني دول الطريقتين او الماتشين اللي بانت فيهم قوي طريقه لعب اوزوريو. فعايز اقف معاكم شويه ازاي اتعامل علي ماهر وازاي اتعامل كابتن شوقي غريب. ده معدل التسجيل يا بلال معدل تسجيلهم للاهداف يمكن هو في من الدقيقه 41 او من الدقيقه 40 للدقيقه 50 ده اعلى معدل اهداف لنادي الزمالك بيتلوه على طول الدقيقه من الدقيقه 8 للدقيقه 90 اخر 10 دقائق يمكن في اخر كل شوط يعني نتكلم على اخر الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني وفي اواخر الشوط الثاني 20% طبعا معدل كبير بيقدر نادي الزمالك يسجل في اهداف في المباريات. تمام. طيب بعد معدل استقبالهم ده طبعا المدربين اللي مسكوا نادي الزمالك تولوا المسؤوليه على مدار الموسم الحالي في خمس مدربين جيسوالدو طبعا فيريرا كان مع نادي الزمالك 27 مباراه كسب البروفيسور 13 مباراه كسبها خسر 7 وتعادل في 7. كابتن اسامه نبيه مسك ماتشين بس كسب مباراه وخسر مباراه وتعادل في مباراه. هم الثلاثه دول مؤقتين اعتقد يعني كان كل ده احمد كابتن احمد عبد المقصود وكابتن متعب عادي كل ده مؤقتين طبعا. المدرب الحالي طبعا خوان كارلوس اوزوريو 12 مباراه كسب في 9 خسر في 2 وتعادل في مباراه. اعتقد ان اوزوريو هو افضل المعدل بتاعه لما المعدل بتاعه يعني بالنسبه يعني للحاله اللي هو 12 مباراه ما يحقق منهم 9 مكسب يعتبر معدل كويس جدا درون وخساره وكمان ما جاش من بدايه الموسم فدي برضو يعني مهمه بالمناسبه. بس خليني قبل طب نروح هرجع لقصه المديرين الفنيين دول لانها برضو نقطه مهمه جدا. صعب جدا يبقى في 5 اجهزه فنيه في موسم لفريق في موسم واحد يعني. لا يعني انا ممكن اتفهم ان 5 اجهزه فنيه ولكن 3 منهم مؤقتين دي صعبه جدا يعني. انا اعرف ان المؤقت بيجي ولحد ما يجي مدير فني تمام. احنا هنروح للسنه واختلاف ده بالظبط هنروح لاهداف نادي الزمالك هنجد ان اعلى لاعب سجل اهداف في نادي الزمالك هو احمد سيد زيزو سجل 12 هدف وساهم يجي بعديه طبعا سيف الدين الجزيري ب7 اهداف ناصر منسي 4 اهداف يوسف اسامه نبيه اللي رحل عن نادي الزمالك 4 اهداف احمد بالحاج 4 اهداف زيزو سجل 12 هدف احمد بالحاج برده مش يعني مش عارفين لسه هيكمل ولا لا نعمل بالحاج موجود ما هو موجود رجع بس رجع. ما لسه ما تمش تفعيل بند الشراء بتاعه بس هو يعني. موجود معاهم. انا اللي اعرفه انه موقفه كان واضح وصريح انه 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 عقده ينتهي في 30/6 بالظبط بس هو اعتقد هيبقى موجود يكون فتره السماح موجود يعني من الوالد بكره ممكن يبقى بيشارك موجود ما هو موجود وكان موجود في مباراه لا انا افهم انه ممكن يبقى موجود لا موجود 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 في القايمه ويشارك شيء لا موجود في القايمه ممكن يشارك موجود في القايمه من حقه يشارك بالظبط. زيزو بقى هنيجي للصناعه زيزو ساهم في 13 هدف
انا عايز بس اقف عند زيزو احمد يكمل احصائيات الاهداف. ان زيزو مساهم في 25 هدف من اجمالي 29 من اجمالي 49 هدف احرزهم نادي الزمالك. يعني الزمالك احرز 49 هدف هذا الموسم في بطوله الدوري. 50% فيهم بصمه. 50% منهم سجل 12 وصنع 13 لاعب مهم جدا في تشكيله نادي الزمالك. طبعا تاني لاعب بعد زيزو احمد بالحاج اللي هو احتمال يشارك بكره رغم ان هو لاعب نص موسم معاه. نص موسم جاي راح في يناير 6 اسيست. اللاعب الثالث احمد اعتقد ان دي ممكن الارقام دي هل الارقام دي فيها اسوان؟ لا لا الارقام دي فيها اسوان. بالظبط انا لسه بقول لك الارقام يعني الارقام دي عن الموسم الحالي في الدوري بصرف النظر عن انه كان قبل كده لاعب لانه كان مؤثر جدا في اسوان. هو كان متالق في اسوان بصراحه. طبعا امام عاشور في المركز الثالث باربع اسيستات فعال برضه. فعال طبعا يعني ولسه موجود يعني في الترتيب الثالث. ومصطفى شلبي 3 اسيستات، احمد ابو الفتوح 3، شيكابالا 2، سيد نيمار 2، محمد عبد الغني 1. ده اجمالي الاسيستات والاهداف لنادي الزمالك. عندنا بعد كده خلاص كده احنا خلصنا ارقام نادي الزمالك. تعالى بس الاول ارجع لجزئيه المدربين. يعني ايه يا احمد فرقه يبقى عندها 5 اجهزه فنيه على مدار الموسم تقريبا كلهم بيفكروا بشكل مختلف، كلهم حاولوا يطبقوا طريقه مختلفه، ولما تيجي تشوف بدايات الزمالك مع البروف وتيجي تشوف طريقه اللعب اللي بيلعب بيها وزوريو تقريبا طريقتين ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. تاثير ده على نادي زي الزمالك، وهل تقدر تقول النهارده ان وزوريو وصل او حط بصمته والفرقه هضمت فكر الراجل وقدر تطبقه حتى في الماتشات الكبيره اللي على مستوى مواجهه النادي الاهلي؟ بص احمد طبعا الاستقرار الاداري والفني ده مهم جدا، عشان كده احنا لازم يعني مجلس اداره النادي الاهلي فعلا زي ما بلال اتكلم لازم نديله حقه ان هو يعني من اسباب التتويج باغلب البطولات، لان هو بيوفر كل الامكانيات وبيدي مساحه كبيره جدا للاجهزه الفنيه وبيتعامل بسياسه اللي هو لا احنا يعني ما فيش حسابات بالقطعه. ما ده يبين ان مجلس اداره الزمالك بيتحسب كمان كولر طار بعد بالزبط. دور المجموعات بعد او بعد مباراه سان داونز ده يبين مجلس اداره النادي الاهلي طبعا عنده سر الصنعه يا ابو حميد. دي حقيقه يعني عشان كده احنا مختلفين وغير يعني دي فعلا دي بتبين نحن نختلف عن الاخرين كتير. لا وسابقين بكتير فعلا طبعا. مجلس اداره الزمالك او نادي الزمالك ان هو بيغير 5 مدربين ده يبين ان هو لا بيتحاسب مع المدرب بالقطعه، يكسب مباراه او يقدم مباراه سيئه فلا فاحنا ماشي المدرب ده. مفيش كده في الكوره اصلا، يعني في الكوره مفيش الكلام ده. اوزاريو لما بدا يمسك حتى نادي الزمالك الراجل يعني تقييما ليه بالنسبه في الفتره اللي هو مسكها اعتقد هو نجح، لان هو مسك في اي مدرب يمسك في منتصف الموسم او في وقت طبعا نادي الزمالك اعتقد ما تقدرش تحاسبه طبعا تقدرش تحاسبه. بالرغم كده هو اتهاجم في بدايه تدريبه لنادي الزمالك لان هو بدا يطبق فكر زي ما انت قلت مختلف تماما عن البروفيسور في بدايه الموسم. وبالرغم كده هو كمل واصر، ودي من انا شايف ان دي ميزه مهمه جدا ان اي مدرب بشوف ان هو بيصر على طريقه لعبه اعتقد حتى لو انت ممكن تنتقد حد انتقدك في بدايه تطبيقك ليها بتاثر عليك دي بتاثر، لكن هو صمم عليها ونجحت في الاخر. أيوة. ودليل نادي الزمالك نتائجه في اخر تقريبا الست 7 ماتشات لا مختلفه فوز. قدر يرجع بمباراه فيوتشر. ايوه وحتى دايما لما باجي احكم على مدير فني طبعا فكره انه ياخد الفرصه ويقدر كاملة. لانه انت عشان تحط بصمه على اي فريق وخصوصا فريق لما يكون عنده شخصيه وعنده جماهيريه في ضغوط من الجمهور وضغوط من الاعلام تبقى قصه صعبه شويه انك تشتغل براحتك وتبقى مطالب طول الوقت بالنتائج وانت عايز تشتغل عشان توصل انك انت تحط بصمه على الفريق ده وبالذات لما بتواجه مطبات صعبه. ولكن تقييم جزء اساسي من تقييم اي مدير فني بيتهيألي في كتير من جمهور الاهلي الكويره هيتفقوا معايا في ده هي المواجهات الصعبه طبعا صح. يعني انا لما اجي العب في الدوري المصري انا اسف يعني مش تقليل من اي حد بس اي مدير فني ممكن يمسك النادي الاهلي ممكن ياخد بطوله زي بطوله الدوري او بطوله زي بطوله الكاس، لكن ممكن يعاني شويه وهو بيلعب في افريقيا واكيد هيعاني وهو بيلعب كاس عالم في كاس عالم صح ولا غلط؟ صح. فلما اجي اشوف اللي عمله مارسيل كولر في افريقيا السنه كاس العالم وفي كاس العالم رغم انه خسر طبعا. بالمناسبه انا عايز احييك على حلقه شادي اللي كانت من كام يوم والتقرير او الفيديو اللي كان الكلام اللي عمله عن مارسيل كولر حاجه رائعه بينت ده عشان بس في معرض كلامك عن كولر بينت جزء كبير جدا من شخصيه كولر اللي كان ناس كتير ما تعرفهاش مميزات وايجابيات يعني اكتشفناها حاجات اضافيه يعني تقول ان الراجل ده فعلا لا الراجل ده كبير عدى تحديات كتير جدا حياته عدى بمصاعب وهو لعيب كوره وهو مدير بالزبط. فني كان ممكن غيره يبطل رحله كفاح يقول لك انا كنت لا عنده حاجات ملهمه كتير جدا صحيح. في استعراضكم في الحلقه بصراحه كانت حلقه مميزه جدا انا مطلق
عليه لقب من اول يوم يعني شوف الحكيم عارف الحكماء اللي هو عدى بمراحل كبيره جدا في مسيرته. خليني اقول لك انه واحد من اكتر المدربين اللي جم النادي الاهلي اللي يعني كنت بواجه صعوبه كبيره جدا في تكوين عنه انطباعات عنه في بداياته، يعني كل مدير فني جه بتقدر بسرعه تاخد انطباعات عن شخصيته وعن طباعه وعن اسلوب ادارته للفريق. كولر كان غامض جدا جدا في البدايات، ما قدرتش اقرا، وكتير من الناس ما قدرتش تقرا. هو احمد اطلق عليه الحكيم، انا مسميه من بداياته من اول مسميه الواقعي، كولر الواقعي، لان هو واقعي جدا. المباراه اللي محتاجه انك تنزل في بدايه اللقاء فاتح خطوطك وبتهاجم وبتستغل حاله الخصم ان هو مثلا الخصم اقل منك كامكانيات بيعمل كده. المباريات اللي بتحتاج لعب بتوازن ولحد ما يعني تستهلك المنافس او يعني تستنفذ قوته وبعدين تبدا، عمل كل السيناريوهات. كولر مر مع النادي الاهلي هذا الموسم بكل المنعطفات الجيده والصعبه واللي كنا على وشك الخروج من دوري، مر مع النادي الاهلي بكل التحديات ونجح في معظمها. احنا في كاس العالم للانديه وعامل على فكره ده وصلنا ان احنا زعلانين اننا خسرنا من ريال مدريد. لما تشوف تفاصيل حلقه امبارح وتشوفه وهو بيلعب مع تشيلسي في دوري الابطال بالزبط. او هو بيلعب مع منتخب النمسا ورايح يشارك في اليورو متاهلا مش أيوة مستضيفا أيوة للبطوله أيوة أيوة. تعرف انه الراجل ما بتفرقش معاه قوي قصه الاسماء خالص، وفي الفلسفه بتاعته واضح جدا جدا انه 11 قدام 11 في الملعب، عنده ايمان بنفسه، عنده ثقه في بيوصل كمان الموضوع ده للعيبه. لعيبه النادي الاهلي مش هتهاجم ريال مدريد في الدقيقه 88 غير لو كان مدير فني على الخط مديهم وخلاهم يثقوا في نفسهم للدرجه اللي تقول لهم ان انتوا تقدروا. لا وانت كمان لعبت 88 دقيقه بتقولت فيها لنفسك انا وانا في الملعب بالزبط. 88 دقيقه انت مصدق ان انت تكسب، انا اقدر على فكره. أيوة. الدنيا قريبه بالزبط. مش بعيد بالزبط. صحيح. طيب خلينا نفكر الاول اوزوريو هيفكر في ماتش بكره ازاي. هل تتوقع ان احنا نشوف سيناريو مشابه لماتشات الزمالك الاخيره، ولا هيتعامل اوزوريو مع مواجهه الاهلي بشكل مختلف؟ طب خلينا نتكلم الاول عن طريقه اللعب اللي هو هيبدا بيها اوزوريو. طبعا طريقه اوزوريو محير زي ما انت اتكلمت في البدايه، فوتوجينيك برضو يعني فوتوجينيك جدا بيسرق الكاميرا كده. هو محير جدا في طريقه اللعب، واعتقد هو يعني الناس مش فاهمه بيلعب ازاي. لكن ممكن يغامر وهو بيلعب مع المقاولين، ممكن يغامر. هو خلاص ضمن نفسه في مركز ثالث، ضمن ورايح كونفدراليه، فما فيش حاجه عنده تدفعه للحرص على فكره النقطه والثلاث نقاط. لكن في النهاية بيجرب وبيغامر، مرة يتعور ومرة يحقق فوز عريض جدا، ومرة كاد أن تكون يعني خسارة لولا الريمونتادا أمام فيوتشر. فبالتالي لما هيجي يواجه الأهلي، سؤالي ببساطة شيقة، هيلعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها فكرة اللامركزية وفتح الخطوط والاندفاع الهجومي، ولا قدام الأهلي تتوقع أنه يكون ليه حسابات أخرى؟ انضباط تكتيكي اكتر يعني. هيلعب بنفس طريقه اللعب. هو شخص اصلا مدرب مغامر، يا ريت بطبيعته، يا ريت جدا يعني بجد يعني هو مدرب مغامر بطبيعته. فهو يعني اعتقد حتى انتقدوه كتير جدا، وخسر حتى في مباراه وكان احتمال يخسر في مباراه الكاس امام بروكسي. بالرغم كده هو اصر برضو على طريقه اللعب. ممكن يكون كان يستحق ان يخسر امام جدا بروكسي. يعني يستحق يعني كان يستحق جدا ان هو يخرج فعلا من الكاس ساعتها. لكن اعتقد هو هيصر بطريقه اللعب، ممكن يعمل بس تعديلات طفيفه في بعض اللعيبه، لكن طريقه اللعب لا مش هتتغير. طيب هنيجي لطريقه اللعب والتشكيل في الفرقتين، بس اروح اشوف كولر. بلال متفق مع احمد الاول في جزئيه انه هيلعب هيخاطر ويلعب بنفس الطريقه، ولا تتوقع انه يبقى في تغيير؟ لا انا اعتقد انه مش هيبقى في تغيير في طريقه اللعب. نفس طريقه اللعب هو ممكن يكون في تغيير في بعض العناصر، يعني زي حسام عبد المجيد العائد من بطوله افريقيا، بعض العناصر اللي هو ممكن يدفع بيها، لكن طريقه اللعب هتستمر. قبل ما اتكلم علينا تحبوا نروح لحاله الزمالك؟ مفيش مشكله. يلا نبدا الاول بس يعني اعتقد التشكيل، ممكن نقول تشكيل الزمالك. يلا نقول التشكيل ده تشكيل متوقع الزمالك. تشكيل متوقع نادي الزمالك طبعا اعتقد هو هيلعب محمد صبحي في حراسه المرمى، عوده حسام عبد المجيد من كاس الامم الافريقيه هيرجع في مركزه الاساسي، وهيلعب جنبيه حمزه المسلوسي، وناحيه اليمين مصطفى الزناري، وناحيه الشمال احمد ابو الفتوح. هو بيلعب 4-3-3 في حاله الدفاع تمام، لكن في حاله الهجوم هو هجوم ايوه بالظبط، بتحول طريقه اللعب أيوة بتحول طريقه اللعب من 2-3-1-3 او احيانا بتبقى 2-3-4 يبقى في حاله الهجوم. هنشوف ده في الحالات ان نادي الزمالك بيهاجم بشراسه غريبه جدا، بيقولوا لي هو يعني واحد بيدافع و10 بيهاجم. الواحد ده فعلا بيبقى حسام عبد المجيد. انا وريتك بس لو وريتك الرسمه اللي انا راسمها هو حسام عبد المجيد واقف لوحده هنا فعلا طريقه اللعب. فده خط الدفاع، خط النص، خط النص هيبقى السيسي او رؤى. السيسي او رؤى، او رؤى هو بيلعب بتفندر واحد بس تمام، هيلعب جنبيه احمد فتوح
و احمد فتوح لعب ورا. لا ما احمد فتوح في الباك ليفت في طريقه لعب بتاع ماشي ابراهيم انداي وزيزو. ابراهيم انداي وزيزو وهيلعب عمر جابر او شيكابالا. هنا ده بقى دي اللي بقول لك عليها التعديل. لو هو حب يعني ما يجازفش قوي هيلعب عمر جابر، بحيث برضو عمر جابر دفاعيا اقوى من شيكابالا. لكن لو كمل في المغامره بتاعته، وطبعا هيبقى مكسب للنادي الاهلي ان هو كمل بالمغامره بتاعته ان هيبقى في مساحات كبيره جدا، هيلعب بشيكابالا وسيف الدين الجزيري وسيد نيمار ناحيه الشمال. ده بالنسبه لطريقه اللعب والافراد اللي هيلعبوا. قد تكون فيها انا قلت خبر اقاله. انا بقول لك قريب. انا بقول لك انا يعني السيناريو ده انا قلت لك ايه، انا حاسس ان هي فيها سكور. انا يعني المباراه هيبقى فيها اهداف كتيره، مفيش مفيش احتمال لصدمات تانية. مفيش احتمال لصدمات ثانيه. فاعتقد ده نخش بقى الحالات. عايز تقول حاجه عن التشكيل؟ نتكلم عن الاهلي ولا عن الزمالك؟ لا الاهلي لسه هنشوف بس طيب. الزمالك وبعد كده الاهلي. لا هو انا الاهلي ده هنحل بيه. الاهلي ده الفاكهه اللي هنختم بيها الحقيقه. لا هو ممكن زي ما يعني احمد استعرض التشكيل، هي بس الفكره هل هو هيلعب بواحد في نص الملعب سواء عمرو السيسي او رؤى بس، ولا هيلعب الاثنين جنب بعض؟ هل هيلعب زي مباراه فيوتشر بناصر منسي مع الجزيري ولا واحد بس؟ يعني هو عنده حاجات برضو تركات لما لعب بيها ما خدمتوش. فهل هو هيميل؟ انا اعتقد ان هو هيميل وهيبني طريقه اللعب على بكره فتوح وزيزو والجزيري، دول الثلاثه الاميز بالنسبه له اللي بيقدر يفتح اللعب اللي طبعا اللي بيقدر اصلا يبني عليهم، وباقي العناصر بتبقى عناصر مساعده. طيب نخش حالات الزمالك. ندخل عليها شوف حالات الزمالك، نبتدي بحالات الزمالك دي ماتشات. نبدا بنقاط. هم كده جابوا حالات الاهلي. طب لا معلش هنجيب حالات الزمالك الاول عشان بعد كده هنتكلم على الاهلي والتشكيل والطريقه بتاعت مستر كولر. يعني لحد ما جاهز دي الحالات. طبعا ده ماتش بروكسي نسبه ماتش بروكسي. بص لطريقه الزمالك اللي انت قلت عليها فعلا، هو مدافع واحد موجود. بص المساحات قد ايه الكبيره اللي خلف. طبعا انا بالنسبه لي 4 على 3 بالظبط، 4 3 ده تخيل قدام بروكسي وفيها مساحات في اليمين والشمال ورا المدافع وفي العمق في كل حته. يعني في كل حته في كل حته ده اللقطه دي هتتكرر. احنا بنتكلم على انه ده بدايه التطبيق. يعني الراجل لما جه قال لك انا من الاول خالص هطبق. انت هتحس ان الملعب بتاع الزمالك مقسوم، في مقسوم لنص هجومي خالص ما بيبدا نصه اغلبه ما بيدافعش، والخط الخلفي دايما بص حسام عبد المجيد بيبقى موجود. بس خد بالك هو بيقول في يعني في الفكره دي انه انا في مدربين بطبق طريقه جوارديولا بالظبط كده. جوارديولا. اسجل استقبل زي ما استقبل، ما دام بسجل وبكسب محدش يتكلم هو معك. اللي انا علمته كمان ان هو فعلا بيشرح للعيبه بعض اللقطات من ماتشات مانشستر سيتي وجوارديولا فعلا. وهو عايز يطبق الفكر ده. فده اللقطه هنكمل الحلقه اللي بعدها هنلاقي برده اللقطه دي اتكررت تاني. بص المساحات اللي موجوده ورا المدافعين وورا الاطراف، تحس الزمالك بيلعب من غير باكات فعلا. يعني الزمالك فعلا بيلعب من غير باكات، لان الكره في حاله الهجوم هتلاقي طبعا فتوح دخل لقلب الملعب، وهتلاقي زيزو موجود في قلب الملعب، وده هنشرحها في الحالات الهجوميه في نقاط القوه. نكمل الحاله اللي بعدها هنا برده قدام بروكسي. بص برده في حاله طبعا الكره دي اعتقد الزمالك عنده نقطه ضعف مهمه جدا. الزمالك بيعمل ضغط عالي، الزمالك بيهاجم في ضغط عالي شمال. بيلعب شمال وعامل ضغط عالي بيهاجم يمين. بيهاجم يمين. يعني الكره لما تتقطع من الزمالك في نص الملعب هنا عندي ثلاث لعيبه على ثلاث لعيبه ظاهرين في الكد. اتفضل ده بقى هيبان يا احمد كمان. بص في الحالات الاهلي في الحالات الاهلي يعني الحالات اللي احنا جايبينها هتخدم جدا الحالات اللي احنا الكره بتاعت احمد عاطف في ماتش فيوتشر هي بالظبط هي دي بالظبط الكره دي. تيبيكال الكره اتقطعت هنا ثرو باس راح احمد عاطف على اثنين ديفندرين برجلهم مفيش غير قعدهم قعد بعدهم صبحي وحط الكوره. هو في حاجه ان هم كمان الاثنين مدافعين تحس ان هم كان يعني لما احمد عاطف معلش هو لاعب على اثنين مش طبيعي جدا ان هو يعدي منهم. لكن فكرك بمين؟ طبعا بجون ايفونا. طبعا ايفونا دي فيها كلام. الغريب ان هو ازاي اثنين مدافعين مش مستعدين. بس جون ايفونا احلى عشان كان في وسط ثلاثه ده كان في وسط اثنين. فهنكمل. بص هتلاقي كملنا الحلقه بعدها وبعدين برده كان علي جبر وطارق حامد صح؟ كان علي جبر وديودار ودويدار كان طارق حامد. طارق حامد كان جاي من ورا بس ما لحقش هو كان صاروخ تليفون كان طياره. بص هنا يعني حاتم سكر كان مغطي وهنا الباص اتلعب دي هجمه مرتده. يعني بص الزمالك هو اللي كان ضاغط. فده بقول لك كان الجول كيبر ابو جبل كان في ماتش لا كان كده كان الشناوي كان احمد الشناوي اللي واقف حطها له المباراه دي انت عارف حطها له بعيده في البعيد الكلام اللي اتقال ساعتها اي كلام يلا. فبص الباص هيتعمل بسهوله جدا تحس ان يعني اللعيب عمل باص ضرب فرقه الزمالك وراح فرادة فادحها في جدا التمركز. يعني في فريق كبير ده معناه ان الفرقه في الوقت ده ما كانتش حافظ او ما كانتش فاهمه هي بتعمل ايه في الملعب. هم مركزين في الهجوم بس بتتكرر يعني نفس التمركز احمد قصدي وبعدين معلش
ومعلش ما يعني انت بتتكلم مع فرقه بروكسي يعني تكتيكيا ما هياش يعني عشان كده اتعمدت اجيب بروكسي ما هياش يعني نكمل الحلقه اللي بعدها مع كامل الاحترام ليهم طبعا هم فرقه كويسه وبتلعب كوره كويسه بص على فكره بص اللاعب راح كانوا احق بالتاهل بص احمد اللاعب راح منين من نص الملعب راح انفراد ازاي ده المفروض نادي الزمالك المساحات الكبيره صحراء انت بتتكلم في صحراء ايوه فنكمل الحلقات اللي بعدها ده قدام مباراه غزل المحله بص كام لاعب من الزمالك فين لعيبه الزمالك هو ده السؤال بص الملعب مقسوم ازاي لغايه نص الملعب لعيبه الزمالك موجود 1 2 3 4 5 لعيبه بس باقي اللعيبه بتاعت خمس لعيبه الزمالك موجودين في نص الملعب الثاني ده اللي بقول لك عليه تحس ان فرقه الزمالك مقسومه نصين يعني بنتكلم على انه الهجمه دي بص حضراتكم كده لا دي كانت هجمه مرتده الدقيقه الثانيه من المباراه بالظبط يعني الحكم صفر بعد 90 ثانية الوضع ده حصل في اللعبة كلها بالظبط اللعبة كلها طلعت ثابت المباراة دي في استاد القاهرة كمان عم بلعب الزمالك يعني ملعب الزمالك فالدقيقة في الثانية 90 مش في الدقيقة 2 في الثانية 90 لسه حتى ما وصلناش ما خلصوش الدقيقة الثانية ده الموقف على في حالة الهجوم على مرمى الزمالك مظبوط ولسه برضو نقدر نقول في بداية التطبيق يعني احنا يعني هنبقى على موعد مع بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الأول رضا شحاتة رضا شحاتة صحيح نكمل الحلقة بعدها لسه كنا بنزيل الميني ماتش امبارح على لازم ده أيقونة مباراة القمة نكمل الحلقة اللي بعدها مختلف عليها والله بقى خلاص الأجيال الجديدة عندها أيقونات كتير برضو بص يا أحمد يعني الخماسية أيقونة والقضية ممكن ما أيقونة يعني في ماتشات كتير قوي 6-1 أيقونة الستة واحد عشان السكور كان أول مرة مش بالسكور بس برضو. بس السكور ومتصور ومتسجل ما بنخترعش هما في ستة ضاعوا كمان غير الستة والله في الاستاد هو صفر عشان يمنع السابع كان راح يجيب لا المباراة دي الأهلي أضاع فيها كمية أنا بقول له ستة ضاعوا كمان رضا شحاتة مضيع انفراد وخالد بيبو وعلاء ابراهيم تقريبا لا احنا ضيعنا كتير في المباراه دي يلا. بص هنا برده هجمه مرتده ضغط عالي من نادي الزمالك هجمه مرتده اتلعب باص من نص نفس المباراه في نفس المباراه برده لا ده احمد الشيخ هيروح نكمل الحلقه اللي بعدها بص لعيبه الزمالك بص ده لا عرض الكره بص مفيش حد خالص ده اللعيب ده استلم ده لو استلم الكره وحطها بسهوله جدا انما هو طبعا يعني طبعا الفينش هنا كان سيء جدا فبص ازاي كمان التمركز بتاع حتى فين بقيت فين لعيبه الزمالك لا وانت تحس انه احنا بنلعب اسمه جول مشترك جول مشترك يعني فعلا يعني الموضوع ملفت هو جول كيبر وثلاث لعيبه في مواجهه اربعه لعيبه والملعب فاضي طب فين باقي فين بقيت انا بقول لك اللعيبه مش موجوده اوزاريو بيلعب لعبه فيها انا بقول يعني مجازفه غير طبيعيه لا واضح ان دي تعليمات انا مجازفه غريبه يعني هو قال لهم ما ترجعوش يعني الموضوع يعني لو حتى لو ما ترجعوش مش هيبقى كده بالمنظر ده نكمل الحلقه بعدها دي متكرره هنا برضو بص نفس الكلام يعني الشوط الثاني بقى انا الشوط الثاني بص بص هم نفس اللعيبه برضو تقريبا هم بس يعني بس قول دي لحد ما في زياده عدديه شويه عشان في زياده عدديه ولعيبه المحله ما عندهمش زياده انما انت لما تلعب قدام النادي الاهلي لكن برضو خليني اقول حتى وان كانت عاديه او حتى لو ما كانش في زياده عدديه فيها يعني خليني اقول انه من السهوله بمكان انك توصل بالظبط يعني اللعيب واصل انت في النهايه مين اللي بيستلم في المحل احمد الشيخ لو عدى لو رقص الباك اللي معاه انفراد وفي حاجه ثانيه يا احمد انت بتتكلم على مع احترام الغزل المحله طبعا انت قدام النادي الاهلي هيبقى طبعا مش هيبقى فيه اثنين لعيبه بس هتلاقي مثلا النادي الاهلي فيه زياده هجوميه كبيره جدا النادي الاهلي اصلا ميزته ان هو بيلعب على الاطراف وبيلعب خلف المساحات هيبقى عندك عبد القادر او حسين الشحات او بيرستاو صحيح او كهربا غير اثنين بيلعبوا تمانيتين بيبقوا موجودين كمان في ال 18 مظبوط فكل ده هتبقى زياده جدا كبيره النادي الاهلي فدي ميزه الحمد لله تبقى موجوده في النادي الاهلي نقدر نستغلها يعني وهاني ومعلول وديلو ده غير ان معلول اصلا ممكن يبقى هنا يعني معلول يبقى هنا عادي بسهوله مفيش في مساحات كبيره قوي طبعا. الملعب طيب نكمل الحلقات اللي بعدها اعتقد كده ده نقطه انا دي نقطه الضعف النقطه دي نقاط القوه يعني لو انت عايز تقول حاجه يلا انا كنت عايز اروح الماتشين الاخرين بس لانه الى حد ما برضو مش عايز اقيس قوي على التجربه في البدايات لانه البدايات ما المحله ده كان قبل صعب. في يوتشر يعني لكن ماتش المقاولين مثلا عمل ريكورد ادى دفعه معنويه وادى احساس للناس انه اطمنوا للراجل يعني الراجل يا جماعه ما بيخرفش الراجل بيعمل حاجه ممكن توصل لنتيجه عمل ده في المقاولين وكسب سكور كبير وعمل ده في فيوتشر وهو ريمونتادا مهمه عمل ريمونتادا صعبه جدا على فرقه كوره طبعا عشان كده دي نقاط القوه هتبين الراجل ده فعلا يعني بيشتغل بجد يلا. طبعا من ضمن نقاط القوه محمد صبحي صبحي عنده ميزه ان هو بيلعب هو بيبدا اصلا البيلد اب هو عايز يبني دايما الهجمه من تحت يعني بيعتمد ان هو ما بيطفش لان هو خلاص هو بيلعب اصلا بمساك واحد فمحمد صبحي من ضمن مميزاته هو بيلعب برجليه كويس فتلاقي هو دايما بيبدا يعني بص محمد صبحي هنكمل الحلقه اللي بعدها ده محمد صبحي بص بيبدا هنا ده مضغوط عليهم لا واقف وبيلعب ونانا في نفسه فبالظبط كده بيلعب وده مين بقى اللعيب اللي جنبه احمد فتوح
فالطوح ده انا اتكلم عنده ان هو من اهم لعيبه نادي الزمالك من ضمن نقاط القوه. فالطوح يبقى من ضمن اللعبه دي. انا عايزين بس نركز فالطوح فين. فالطوح بيلعب يعني بيلعب في نص الملعب ولا بيلعب باك ليفت؟ هتلاقي فالطوح بيلعب في كل حته في الملعب. خلينا اسال بلال في الحته دي. صبحي عنده اخطاء يعني تقدر ما تيجي تقيمه كجول كيبر تقدر تطلع مواطن الضعف عنده؟ هو بالتاكيد كل حارس مرمى ليه عنده مميزات وعنده عيوب وعنده نقاط قوه ونقاط ضعف. محمد صبحي يمكن انا بشوف ان التسديدات الارضيه القويه والقريبه من القائمين بالنسبه لمحمد صبحي بتبقى صعبه جدا. مش هنقيمه على اساس الهدف اللي دخل فيه في مرمى فيوتشر لان ده بيحصل كل فين وفين. بس يعني عنده مشكله عموما في توقيت الخروج. ولسه كنت هقول لك دي يعني ده على مستوى التسديد دي مهم. قاتله دي اسمها ملكه او يعني موهبه انك انت تبقى طويل. عندك حسن التقدير للوقت التايمنج بتاع الخروج انت تقدر تخرج طبعا. دي واحده من اهم الحاجات اللي موجوده عند اي جول كيبر. انما صبحي برده على قد كده مميز جدا في الانفرادات مثلا المواجهه مميز في التصويبات العاليه تحت القائمين مميز العاليه والعرضيات الكور العاليه بالظبط. في لقطه جايبها لصبحي بمناسبه صبحي زي ما احمد قال في اللعب لو ندخل في الحاله بعدها كده هنلاقيه بيجيب تصدي. انا بشوف تصدي يعني من تصدي مهم جدا ومن الاسباب ان محمد صبحي تحول على فكره صبحي كان الحارس الثالث في منتخب مصر بقى الحارس الثاني. بس هو عنده اخطاء في المباراه الاخيره مع فيوتشر هل تاثر عليه معنويا في ماتش بكره؟ هل وهو نزل في مواجهه الاهلي هيبقى في الباك مايند عنده يعني في تفكير حته انشغال كده انه ما ينفعش تغلط في الغلطات دي في ماتش الاهلي او انه لعيبه الاهلي تطمع فيه اكتر لانه حاسه انه غلط او في انه مهزوز او فبالتالي تبقى طمعانه فيه اكتر؟ اعتقد لو كان صبحي نادي الزمالك ما قدرش يعمل رومنتادا ويكسب المباراه دي كانت هتاثر. لكن طبعا بعد الرومنتادا والخطا اكيد هياخد جزء من تركيزه. لكن الرومنتادا اعتقد ومكسب الزمالك بيغطي طبعا على الاخطاء. طيب نكتفي بالحالات دي عشان نروح للاهلي. ماشي نروح للاهلي يا بلال معاك. احنا سريعا مش هنقف كتير عند الحالات. الطريقه والتشكيل بس الاول بكره. تمام الطريقه والتشكيل اعتقد ان مارسيل كولر مش هي مشكله. يمكن ده السؤال الكلام اللي بيسأله الجمهور يعني. لا هو ما فيهوش مشكله. في غيابات الغيابات دي هتعمل مشكله ولا لا ده اللي هنشوفه على الارض. اللي احنا تعودنا عليه ان مش ان مع كولر ما بيحصلش مشكله يعني رغم تغيير بعض الافراد. احنا شفنا محمد فخري شارك في مباراه الاتحاد المباراه الماضيه وادى بشكل مميز جدا. تمام عندنا بقى بكره اللي انا براهن عليه ان هو هيبقى واحد من نجوم اللقاء ان شاء الله احمد نبيل كوك العائد من المشاركه مع منتخب مصر في بطوله افريقيا. اعتقد انه بنسبه كبيره هيشارك سواء هو او فخري. انا يعني ده احساس يعني مش رهان ولا توقع ولا تمني ده احساس. انا حاسس انه كريستو لو خد بكره ممكن جدا يبقى ميلاد نجم. انا كان نفسي ياخد بصراحه نص ساعه في مباراه الاتحاد السكندري. كانت المباراه فيها مساحات كبيره جدا. هنشوف الحالات وهنشوف المساحات اللي كانت يعني انا شفت الاحراش والادغال الفاضيه اللي ما فيش حد هي كمان لعيب زي كريستو في مباراه زي دي ممكن جدا. وكمان هو احنا كمان اتعلقنا بيه اكتر او طالبنا لانه عمل نص ساعه مميزه جدا في مباراه الاسماعيلي. طب يلا تشكيل. طيب التشكيل في حراس المرمى طبعا محمد الشناوي امامه الرباعي الدفاعي محمد هاني محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم وعلي معلول. ماشي ثلاثي خط الوسط هيبقى مروان عطيه مروان أيوة. احمد نبيل كوكا راهن على كوكا من البدايه. انا براهن على كوكا من البدايه طبعا. اللاعب الثالث هيبقى ما بين محمد فخري ومحمد مجدي قفشه. قفشه يعني هل كولر هيكمل اعتماده على محمد فخري بعد مفيش قندوسي؟ اعتقد بكره مفيش قندوسي. يعني هو قندوسي برده محتاج وقفه شويه. ماشي طبعا اطراف الملعب هيكون بيرسي تاو لا خلاف على بيرسي تاو بيرسي. جناح ايمن والجناح الايسر اعتقد ان هو هيفضل انه يبدا بحسين الشحات. وفي فرصه لمشاركه عبد القادر ولكن اعتقد في الشوط الثاني. خط طبعا الهجوم ومباراه كهربا بقى ان شاء الله بكره. كهربا اعتقد انه هيبدا من البدايه لاسباب نفسيه ومعنويه وفنيه. متفق على التشكيل؟ متفق على التشكيل. كل اوراق الاهلي الرابحه اللي تراهن عليها في على دكه البدلاء. يعني ايه الاوراق اللي شايف انه مستر كولر ينزلها تعمل طفره تزود حصيله يعني تغير سيناريو؟ احمد عبد القادر ومحمد شريف لان هو محمد شريف في ماتشات الزمالك كعبه عالي جدا عليهم جدا جدا يعني. وده على فكره الماتش مع مستر كوف في الدور الاولاني كده لما نزل باحرز هدف فهو يعني حظه حلو وكعبه عالي دايما مع نادي الزمالك. تمام شريف وعبد القادر اوراق
رابحه مهمه جدا. نروح للحالات. نروح للحالات سريعا. انا جبت حالات مباراه الاتحاد فقط لان انا شايف ان المباراه بكره هتشابه بنسبه كبيره جدا مباراه الاتحاد. الهدف الاول دي تمريره علي معلول. بص علي معلول استغل تحرك حسين الشحات ولعب نادي الاتحاد زي ما احمد استعرض حالات نادي الزمالك. شفنا كلها ان نادي الزمالك بيلعب بخط دفاع متقدم. فبص كل الحالات اللي معايا دول خمسه على خط دول خمس باكات على خط واحد ضربوا بباص من نص ملعب الاهلي بالظبط. ده كده هنكمل الحلقه دي. ده الباص من علي معلول عمله في مساحه مميزه جدا لحسين الشحات. هنكمل الحلقه اللي بعدها. اه حسين استلم الكره ودخل بيها عادي. نمشي مع الحالات و دخل الحاله استلم الاول بالكعب حلو قوي وبعدين كبير. قدر في الحاله اللي بعدها يحصل على ركله جزاء. الحاله اللي بعدها لو معانا اهي دخل حسين وسط اثنين بقرار ان هو يراوغ وقدر يحصل على ركله جزاء ترجمها علي معلول لهدف اول. هنشوف الهدف الثاني تقريبا نفس اللعبه ولكن من الناحيه اليمين سريعا. دي الضغط اللي عمله محمد فخري وعمل ضغط وتمرير. بص بقى المساحه هو ده اللي انا بتكلم عليه. ان الحالات انا جايب حالات الاتحاد لان انا شايف الطريقه اللي لعب بيها زوران المدير الفني للاتحاد هي تقريبا نفس الطريقه اللي هيلعب بيها بكره اوزاريو. نفس التمركز السيء اللي بيلعب بيه مدافعي نادي الزمالك كان عليه لاعبي الاتحاد. نمشي سريعا. دي الحاله اتلعبت لبيرسي تاو. نخش على دي عملها بتحرك مميز لكهربا انهاها كهربا في المرمى. ودي انا جبتها علشان احيي محمد فخري على الضغط والاستخلاص في الضغط. ضرب فيها ضربة عمل ضغط بتمريره مميزه جدا وصنع هدف الهدف الثاني. هنخش سريعا على الحاله اللي بعدها نفس اللعبه. بص هنا بيرسي تاو بيودي كهربا وان كانت الحاله دي اتحسب التسلل ولكن كهربا قدر يكمل بيها ويحرز هدف. ولكن بص الفكره نفس اللعبه واحده سواء من الجهه اليمنى او من الجهه اليسرى. النادي الاهلي مميز جدا في عمليه استغلال المساحات اللي في خط ضغط الماتش ده بالمناسبه. معرفش تتفقوا معايا في ده. لا اول مره اشوف كهربا السريع عمل سبرنتين. انا حتى شفت يعني كهربا من بدء. انا فاكر كهربا اصلي مع المنتخب كان لعيب سريع جدا. كان جناح جدا كان يعني مهاري وسريع. يعني شوف تركيبه عامله ازاي. دايما المهاري ده تلاقيه لعيب واقف كده والسرعه عنده مش احسن طبعا. حاجه لكن هو كان سريع بالكوره كمان. انا شفت كهربا ده في ماتش الاتحاد حسكورتين. هنخش على الحاله اللي بعدها يلا سريعا. انا مش عايزين نضيع وقت في الحالات. نفس الكره ياسر ابراهيم بيعمل باص في المساحه. بص انت ملاحظ ان الحالات كلها بتتكرر معانا ازاي. بيرسي تاو بيروح انفراد وبيلعبه. الحاله اللي بعدها دي برضو الباص اللي اتعمل من اليو ديانج ليه كهربا وقدر يعمل انفراد. بص المساحات انا جايب الحالات دي معايا عشان ده المنظر اللي هيكون موجود بكره. طيب. يعني شايف بص انا عامل دايرتين على المساحات. بص مساحات لاعبي الاتحاد وتمركز لاعبي الاتحاد سيء جدا يشابه تماما الحالات اللي احمد يعني معلش هو سيناريو وارد برضه. انا اشك يعني حتى لو راجل مصمم ومقتنع ونجح في تطبيق الطريقه دي اشك انه بكره قدام الاهلي اكيد هيتم تحذيره. يعني ايوه انا دي انا ممكن افكر يعني اكيد هيتم تحذيره. اعتقد لو شاف مباراه الاتحاد هو يعني احنا انا حكمت على المباراه ان ده هيبقى السيناريو من مباراه الاتحاد. وليه فهو هيشوف انا ممكن اجيب لك ماتش الترجي يعني عشان نتكلم على مستوى مقارب شويه. ماتش الترجي في تونس الترجي ضاغط من اول دقيقه سايب مساحات كبيره جدا بالظبط. اتعاقب على 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 نفس الترجي فريق كبير يعني مش فريق قليل. تمام. ندخل في الحالات دي تقريبا اخر حاله هجوميه في الحالات بتاعه النادي الاهلي. لو معانا الحالات الدفاعيه في كام حاجه بس كده. بص دي المباراه دي كان الاتحاد في الماتش ده بالمناسبه وصل ما هي دي بقى الحالات مره واثنين. بص دي الحالات مستر كولر اتكلم قال لك اعلى فريق وصل في الشوط الاول امام النادي الاهلي في الاوداد الدوري. ده قال كده اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي قال كده عن فريق الاتحاد. دي انا جايب ثلاث حالات بالظبط ليه هجمات الاتحاد علشان نحذر من الموضوع ده بكره. بص دي الكره اتلعبت لخالد الغندور في المساحه اللي في ظهر محمد هاني. دي الهجمه دي كانت خطيره جدا و اضعها لاعب الاتحاد. الحاله اللي بعدها دي الحاله اللي بعدها نفس الكلام. انا جايب الحاله دي تحديدا ليه عشان برضو ده تمركز سيء من لاعبي خط وسط النادي الاهلي. ما نتمناش نشوف المنظر ده بكره. شايف العلامه اللي عند الدايره دي كلها مفيش ولا لاعب من ثلاثي خط الوسط موجود. في المقابل ان في كام لاعب من النادي الاتحاد ثلاث لعيبه. الكره دي على فكره كانت خطيره جدا وجت بجوار القائم. الحاله اللي بعدها نفس الكلام برضو. الكره دي اتقطعت من محمد هاني اللي انا عامل عليه دايره في وسط الملعب. اللي واقع ده محمد هاني كان بيحاول يدخل لوسط الملعب اتقطعت منه الكره واتلعبت في المساحه ديت. ولكن ياسر ابراهيم قفل كويس قوي في الحاله ديت. اخر حاجه اخر حاله نفس الكلام برضو. محمد هاني اللي جوه الدايره
حاول يوصل للكره عن طريق التاكلينج ولكن ما نجحش واتلعبت الكره دي وكانت خطيره جدا تعامل معها لاعب الاتحاد بسوء في مرحله من مراحل الدوري تحديدا. يعني يمكن ما ظهرش ده وحتى في دوري ابطال افريقيا بعد كده في النوك اوتس ظهرت شويه، لكن في الدوري كانت واضحه في مرحله من المراحل. كان كولر دايما يفاجئنا احنا كجمهور اهلي بتغيير او باشراك يعني مفاجاه في المباراه، تحس انه ايه ده راجل عامل مفاجاه او حاجه ما كانتش متوقعه. هل تتوقع ان ده يحصل بكره؟ هل ممكن كولر يكون مجهز مفاجاه خارج توقعاتنا في مواجهه الزمالك؟ وايه ممكن تكون المفاجاه طبعا؟ يعني هي يعني ممكن مش عارف اقول عليها مفاجاه، بس هو يعني كولر بيفاجئنا فعلا كل مباراه. ممكن يفاجئك بلاعب، يعني ممكن احنا في عز ما انت بتقول مثلا يعني بلال قالك ان ممكن لاعب كوكا اعتقد ممكن نلاقي قندوسي موجود في الملعب. فدي ممكن احتمال كبير. احنا ما حد كان متوقع ان فخري بيبدا مباراه الاتحاد. اعتقد دي من ضمن مفاجاته. اللي هو بلال اتكلم في حاجه مهمه جدا ان مستر كولر من اهم مميزاته لما تجيب تاريخه ان هو بيدي اللعيبه ثقه مهمه جدا. يعني مدي اللعيبه كلها ثقه. يعني ديانج عمره ما جاب جونين في ماتش واحد للاهلي صح؟ بس جابه لا جابها مع بيراميدز مع بيراميدز لما عمل احتفال الباسكت كانوا جونين ده كان ساعتها رومونتادا يعني كمان يعني بيراميدز والزمالك ده منشن بقى احنا عايزين صح انا بقى بكره فبتكلم ان كولر بصراحه يعني مخلي اللعيبه كلها جاهزه في اي وقت. اللعيبه كلها عندها دوافع، اللعيبه كلها ايا كان هيبدا بمين، بس التغييرات تبقى في اضيق الحدود. مش مفاجاه بالنسبه لي، لان المفاجاه دي ان انت تجيب لاعب مش خارج الحسابات تماما وتبدا بيه، لكن هو كل اللعيبه داخل الحسابات. هو خلق ان كل اللعيبه كلها جاهزه، حاطط اللعيبه كلها في الصوره بالظبط. يعني هو يعني كل لاعب اعتقد لا، هو اللي بيتهيألي كمان اللعيبه نفسها يا كله بيبقى عايز يلعب بالظبط الاهلي والزمالك مباراه قمه طبعا. ويعني واعتقد تبقى المباراه يعني المباراه دي مش عايز اقول هي مطمع، لان اعتقد طريقه لعب نادي الزمالك فيها مغامره كبيره جدا هتخلي اي لاعب في النادي الاهلي يقدر يعني يستمتع بيها، خاصه ان خلاص مباراه التتويج ومباراه الاحتفال، فتقدر تقدم كورتك الجميله وتلعب باريحيه كبيره جدا. وده اعتقد هيبقى من الاسباب ان انا قلت لك في بدايه الحلقه، يعني قلت لك ان النادي الاهلي شايف ان ممكن يبقى فيه اهداف كبيره جدا وكتيره بكره. بعيدا عن اسماء المديرين الفنيين، يعني المواجهه الفنيه من خارج الخطوط، ايه الفرق بين الماتش بتاع بكره وماتش الدور الاول يا بلال؟ يعني يمكن في مباراه الدور الاول النادي الاهلي فنيا او تكتيكيا داخل الملعب كان مفتاح لعب واحد فقط اللي قدر يغير مسار المباراه كلها، هو كان حمدي فتحي. حمدي فتحي كان صاحب الدور الاكبر في الثلاث اهداف لو شفنا الاهداف. بكره حمدي فتحي مش موجود، فكولر هيضطر ان هو يلعب بطريقه لعب مختلفه شويه. هيبدا يعتمد على سواء تمريرات معدول اللي بتبقى لقلب الملعب بدل ما يخترق ويرفع الكروس. الناحيه الثانيه هينوع في طرق اللعب في وسط الملعب وهيلعب في قلنا زي ما قلنا هيستغل المساحات، لان حمدي ما بقاش موجود فمش هيقدر يلعب بنفس طريقه لعب الدور الاول. ده بالنسبه للدور الاول. الدور الناحيه الثانيه مين اكتر حد يلعب دور او يتوظف زي ما حمدي كان بيوظفه مستر مارسيل كولر في داخل النادي الاهلي؟ داخل النادي الاهلي لا، يعني هو جرب الراجل ديانج وما نجحش، وجرب قفشه وما اداش نفس الادوار، لان كل لاعب ليه طريقه لعب معينه وليه بروفايل معين، التشابه مش قريب قوي، مش لازم يكون تيبيكال يعني. بس انا بقول مين انسب حد يعني ممكن يعمل السوليه طبعا السوليه يعني يقدر انا في رايي انا بقى لعيب تاني خالص. مين؟ ربيعه لان ربيعه اصلا لعيب خط وسط ومميز جدا في ضربات الراس. احنا بنتكلم على التشابه عشان بس تشابه الادوار. يعني لو انت هتقول لي هات لي لاعب يؤدي نفس ادوار حمدي فتحي، لو في مستواه طبعا ربيعه شارك في مباراه يعني الاسماعيلي وظهر بصوره كويسه جدا. هو كل ماتشات اللي شارك فيها الموسم ده لغايه اصابته في مباراه بيراميدز ربيعه كان بيقدم مستوى كويس جدا. من اللعيبه اللي انا بثق فيها جدا حتى لو كان بعيد، ومن اللعيبه اللي عندها روح الفانيلا بجد بالظبط يعني. وعشان كده النادي الاهلي اختار انه يجدد عقد رامي ربيعه ويفضل استمرار ربيعه مع الفريق موسمين اخرين، لانه لاعب مهم وكابتن من كباتن الفريق. الناحيه الثانيه عشان نعدي على الزمالك بسرعه، الناحيه الثانيه اوزاريو ما كانش موجود في مباراه الدور الاول. طريقه لعبه غير طريقه لعب لا انا ما بتكلمش على المدير الفني اكيد يعني اكيد في اوضه اللبس التعليمات والتشكيل والطريقه والادوار دي هيحسنها مديرين فنيين، لكن انا بتكلم 11 قصاد 11 في الملعب. ايه اللي اختلف في الاهلي والزمالك؟ ما انا عشان كده بقول طريقه اللعب يعني فيريرا في الدور الاول طريقه لعبه مختلفه تماما. عناصر واختيارات مختلفه عن طريقه لعب، والتكليفات كمان تكليفات اللاعبين بكره هتبقى مختلفه عن التكليفات اللي كانت مع جوزوالدو فيريرا. في حاجه مهمه جدا هتبقى موجوده بكره، انها المواجهه الاولى بين اوزاريو وكولر. الاثنين عايزين يتعرفوا على بعض عن قرب في ارض الملعب.
دي هتاخد وقت شويه، او لو فضل اوزاري وفتح يبقى مش هناخد وقت ان شاء الله. المحمس يعني في الموضوع او المبشر في الموضوع ان الاثنين اصحاب فكر هجومي بالظبط، يعني بنتكلم على اثنين ما عندهمش فلسفه انه ادافع وابقى رد فعل او جس نبض فيهم، مفيش جس نبض او اجس نبض. فنتوقع ان شاء الله ان بكره تبقى مباراه ان شاء الله فنيا يعني تبقى جرعه وجبه تعوضنا عن موسم حسبنا فيه البطولات كلها تقريبا يعني بمنتهى الاريحيه باستثناء دوري الابطال هو اللي ارهقنا شويه، بس في النهايه كان ليه مذاق مختلف زي ما بيقولوا. نتمنى التوفيق للاهلي بكره ان شاء الله مباراه احتفاليه الدرع. رساله سريعه جدا لجمهور نادي الاهلي، بكره احنا بنحتفل، ما تخلوش حد يستدرجنا لاي حاجه او اي شكل يبوظ بيه احتفالنا ويبوظ بيه فرحتنا، مش بس ببطوله الدوري، انت بتتكلم على احتفالك بابطال افريقيا وكاس واتنين سوبر، فما تخليش حد يبوظ المشهد. عايزين بكره فرح، افرح واحتفل وهيص لفرقتك زي ما انت عايز، وخلي الامور في اطار الكرنفال، لانه في ناس كتير جدا يهمها تبوظ الفرح وتسرق الفرحه من الاهلاويه. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، نورتونا. احنا بنشكرك طبعا. في الاستاد ولا في الاستاد؟ ان شاء الله باذن الله بكره نكون على موعد ان شاء الله كبير. الكلام والله لو متفقين كنت عايز اقول لجمهور النادي الاهلي ما تخليش حد يسرق فرحتك بيستدرجك لاعب او الكلام ده كله، لا، انت اللعيبه اللي موجوده الموسم ده حقها عليك انك تدعمها صحيح وتهتف ليها، بعد كده يبقى لكل مقام مقال. احتفالنا بكره ان شاء الله بالبطوله من جماهيرنا اللي هتكون حاضره في الملعب ومنهم بلال ومصطفى، مسؤوليتكم المشهد ومسؤوليتكم الفرحه اللي بتمثلوا فيها ملايين واقفه وراكم بتتابعكم من شاشات التلفزيون جوه مصر بره مصر. ونتمنى طبعا واعتقد انه اللعيبه هتكون على مستوى المسؤوليه بصرف النظر بقى عن المنافسه وبصرف النظر عن كل الكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا، في النهايه المباراه هي اهم مباراه في الكره المصريه بيتابعها الملايين، فانتوا مسؤولين بكره كمان جوه الملعب عن صوره مصر. نتمنى ان شاء الله يخرج او تخرج المباراه كرنفال للكره المصريه وتقدم وجه حقيقي على مستوى الفن والمتعه والاثاره والمنافسه اللي في الكوره في الملعب، تقدم صورة الكرة المصرية بأفضل ما يكون. بشكركم، بشكر ضيوفي مرة تانية، بشكركم على المتابعة، واستمتعوا بكرة إن شاء الله بمباراة القمة، واحتفلوا إن شاء الله بكرة مع أبطالنا ونجومنا وفرقتنا أبطال إفريقيا ببطولة الدوري واللقب رقم 43. شكرا لكم.